بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من العاشرة صباحا، أحييكم على الهواء وأرحب بالدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي. أهلا بك دكتور، صباح الخير. صباح الخير. نبدأ كالعادة بأبرز العناوين في صحيفة المجهر السياسي. حمدوك، مكافحة الفساد ويرجع الأموال المنهوبة أولوية الحكومة الانتقالية، تحديد 14 من ديسمبر موعدا للنطق بالحكم على البشير. في صحيفة السوداني حمدوك، قطعنا أشواطا كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. السوداني تتحصل على مستندات خطيرة في قضية بيع النقل النهري. السلطات تسمح لموسى هلال بلقاء عائلته. أسر معتقل النظام السابق تكشف تدهور الحالة الصحية لذويها. في صحيفة الانتباه، وزير النقل للانتباه لن أتقدم باستقالتي، تحديد موعد الحكم في قضية المعزول. ضبط مزرعة أسماك تربي بجيف أو تربى بجيف تربي بجيف الحيوانات. في صحيفة التيار، جلسة مثيرة في محاكمة المخلوع. حمدوك لواشنطن مطلع ديسمبر وتوقعات بلقاء ترامب. في اليوم التالي، تحديد موعد النطق بالحكم على البشير. في الصيحة، مواطنون يرهنون استئناف ضخ نفط حقل بليلة بزيارة مسؤول كبير. في صحيفة الأهرام اليوم، المراجع القومي يكشف تفاصيل أموال القصر والمحكمة تحدد النطق بالحكم. تجمع المهنيين يرحب بقرار تشكيل لجنة التحقيق في إعدام ضباط الجيش. في صحيفة آخر لحظة، وزير يحتج على عدم تسليمه منزلا حكوميا. حجز ملف البشير وأسر المعتقلين تهدد بالاعتصام. مفاجأة، حساب البشير الخاص لا يخضع للمراجعة. حمدوك، نتوقع نتائج مرضية لرفع السودان من قائمة الإرهاب. هذه أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم، لكن بعد ترحيبك مرة ثانية دكتور، أرجو أن نبدأ بمخاطبة رئيس الوزراء للجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان، وأظنه طاف على عدد من المواضيع المتعلقة بالسلام ومتعلقة بالنهج الاقتصادي في المرحلة القادمة، وتحدث عن ضرورة الإنتاج. أظن أن المؤتمر كان فرصة لتبيان رؤية رئيس الوزراء بعد عودته من السفر بالخارج. أيضا بالتأكيد، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون ولاية الخرطوم. أي نعم، أعتقد أنه الدكتور حمدوك يعمل، هو وفريقه يعملون أكثر مما يتحدثون، وهكذا يجب أن تستمر الأمور في أنه يكثر من العمل ويقلل من الحديث. فعلا أتيح للدكتور حمدوك في هذا المؤتمر أنه يتحدث عن كثير من القضايا، ومن بينها ماذا حدث في زيارته لبروكسل، بلجيكا، لبروكسل. والأخبار المبشرة جدا من موقف الاتحاد الأوروبي تجاه موقفه ورؤيته ونظرته للثورة السودانية، وما أفرزت من ترتيبات سياسية فيما يلي تكوين الحكومة والبرنامج الذي أعدته الحكومة فيما يتعلق بالتعاون مع المجتمع الدولي. فهي فرصة بالتأكيد لتناول كثير من القضايا، وقد أوردتها تقريبا كل صحف اليوم. نقرأ الخبر. طيب، اعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إيقاف الحرب وإحلال السلام أولى أولويات الحكومة الانتقالية، فضلا عن مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة، بجانب إشاعة الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الإنسان ووضع سياسة خارجية متوازنة تخدم المصالح. وأوضح حمدوك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان أمس إن حكومته مهتدية بشعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة الذي يمثل المرشد لبرنامج الفترة الانتقالية، منوها إلى أن أول زيارة له عند تقلده للمنصب كانت إلى جوبا، حيث كانت الزيارة في إطار هذه الأولويات. وأشار إلى لقاءاته مع قيادات حركات الكفاح المسلح التي تعد جزءا أصيلا من ثورة 19 من ديسمبر المجيدة، وأضاف بدأنا خطوات عملية لبناء السلام، وقال إن الظروف مواتية لتحقيق السلام بفضل هذه الثورة المجيدة، مبينا أن توفر الإرادة والعمل المشترك سيفضي في النهاية إلى تحقيق السلام. أظننا سنعود إلى الجانب الاقتصادي لاحقا، لكن طالما أنه ارتكز على أن السلام واحد من أهم ركائز الاستقرار والاستقرار الاقتصادي، أرجو أن نتحدث عن ملف السلام، وأظن يتحدث بثقة عن المرحلة القادمة، لكن توجد تحديات وهذا الأمر معلوم بالضرورة
منذ أن تم الإعلان عن جولة قادمة ورفع الجولة الأولى لم تسكن حركات الكفاح المسلحة، وبدأت تتحدث عن رؤيتها، بدأت تتحدث بعض الحركات عن تقرير مصير وعلمانية الدولة وغيرها، وبالتالي يصبح الأمر مع أن الأمر فيه براح بين شركاء الكفاح كما يقولون، لكن تشعر بأن التحديات أكبر مما كانت عليه في السابق. هلا بالتأكيد بتبرز من وقت لآخر التحديات ما كانت منظورة وما كانت في الحسبان. في قضيتين أساسيتين جدا ما دونهما أي حاجة يمكن يتم التفاهم حولهما، يعني نعم موضوع تغيير المصير وموضوع علمانية الدولة. موضوع علمانية الدولة موضوع طبعا يعني من يتحدثون عنه غير واقعيين أصلا وغير مدركين لمعنى المدلول نفسه، مدلول الكلمة، ولا يدركون ماذا تعني العلمانية نفسها. يعني بيفهم، أعتقد أنه فيه سطحية في الطرح لمن يتحدثون عن الموضوع، لأنه السؤال اللي بيطرح نفسه هو هل هذا ممكن؟ كيف نفصل الدين عن الدولة؟ والدولة معلومة، أنا تحدثت قبل ذلك كثير عن الموضوع بتاع ماذا تعني الدولة. يعني الشعب يمثل الجزء الأساسي في مكونات الدولة الثلاث، مش كده؟ فكيف انه نفصل هذا الشعب من دينه؟ وهل هذا في العالم معمول به؟ نحن نتكلم الآن هو يتحدث عن إبعاد الدين عن السياسة. هذه مسألة ثانية، لكن بيتحدثوا عن علمانية الدولة، ما بيتكلموا عن الموضوع ده. يعني يمكن أن تسمع وجهة نظرهم وتحترم ويحترم رأيهم، ولكن يجب أن بذات القدر فيما يتعلق بموضوع الديمقراطية والرأي الآخر، ويجب أن يحترم رأي الأغلبية في اختيار ما أرادوا مختاروا لأنفسهم من تدين. فأعتقد أن الموضوع الأول فيه مشكلة يعني ما مناقش وما مطروح بفهم، فقط تطلق كلمات هكذا دون أن تدرك معانيها وتدرك أبعادها، يعني في علمانية الدولة هكذا. يعني القضية الثانية موضوع تغيير المصير، هذا الأمر صحيح في الآن في الشرعة الدولية بتكره أنه قضية إنسانية، من حق الشعوب أن تقرر مصيرها، لكن هذا الموضوع من القضايا التي أصبح في السودان عالية الحساسية، لأنها ترتبط بمعلومات وترتبط بتخوفات من أن هنالك أجندات تريد أن تفتت وحدة السودان. وبالتالي انه مع كامل احترامنا لوجهات نظر كل جهات السودان في ان تحكم نفسها بنفسها في اطار السودان الموحد، لكن موضوع تقرير المصير واعاده هيكله الدوله السوداني، الكلمتين ديل يعني اصبحتا عاليه الحساسيه في عندما تطرحان من قبل اي جهه من الجهات، سيما القوى الحامله للسلاح، لانها بالتأكيد ستؤدي إلى فصل ذلك الجزء الذي كما شاهدنا في الجنوب. وحتى هذه اللحظة هذا الأمر مع أنه نحن نحترم خيار أهل الجنوب، لكن هناك أسباب أدت إلى أن يحدث ما حدث. ما الخوف من كلمة هيكلة؟ يعني هذه كلمة هيكلة، هذه حتى رئيس الوزراء يتحدث عن هيكلة الدولة السودانية. لا مش الهيكل، عفوا، نتحدث عن العادة الوحدة الطوعية، عفوا، الوحدة الطوعية. فالكلمتين دي عالية الحساسية. يعني كل رأي مقبول ويجب أن يناقش وسيجد الاستجابة طالما أنه موضوعي ويصب في وحدة السودان. أكثر من كده أي كلام عن تقرير المصير مسألة بتضر وحدة البلد. وأعتقد من يتحدثون باسم مناطق يتحدثون عن ضرورة تقرير المصير لها، بالتأكيد هم لا يستصحبون وجهة نظر القواعد في تلك المنطقة المعنية. إذا استمع الناس إلى رأي القواعد في المناطق دي بيجدوا رأي مختلف تماما جدا. طيب، يعني هل ترى فعلا تطابق في وجهات نظر حركات الكفاح المسلح مع بعض قيادات الحكومة الآن فيما يعرف بعلمانية الدولة؟ علمانية الدولة الآن، الطرح ليس مجرد طرح عند الحركات المسلحة، ربما تجد هذه الفكرة مستوطنة وفيها قناعات كبيرة عند بعض القيادات الموجودة الآن. ونحتاج أيضا لتعريف يعني الدولة المدنية، علمانية الدولة،
الناس يحتاجون لتعريف معين حتى إذا ما اتبعوا الوسائل المعروفة في استفتاء الناس بعد المؤتمر الدستوري في كيف يحكموا، يكون الناس على هدى بدل الحديث الفضفاض. أنا أكرر، من يطلقون هذه الكلمات لا يدركون أبعادها ومعانيها، مع كامل احترامي لهم يعني، لكنهم لا يدركون أبعادها. أنا قلت لك إنه يعني كيف تعبت مكونات الدولة بتعريف الدولة الحديثة، الدولة عموما الدولة مكونة من أرض وشعب ودستور يحكم هذه اللي. مش كده؟ فالشعب السوداني شعب مسلم في نسبة معتبرة محترمة مغدرة، وهي الآن ممثلة في مستويات الدولة كلها، مسيحيين وفي آخرين أديان أفريقية، كلهم تحترم وجهة نظرهم وتحترم معتقداتهم وتحترم عقائدهم، لكن أغالبية أهل السودان رأيهم هم مسلمون وبالتالي يدينون بالإسلام في حياتهم الخاصة والعامة. فكيف إن احنا نتكلم عن علمانية الدولة؟ خلينا نسمع رؤية من يقولون بضرورة فصل الدين عن السياسة، كويس، وهؤلاء يطرح وجهة نظرهم في المؤتمر المزمع ويستمع له ويحترم، ولكن رأي الأغلبية غير ما يذهبون إليه. فبفتكر انه كلام عن تطلق هكذا، وهي تساعد، طيب، تساعد قوى تريد ان تبرهن ان الذين يديرون السودان بعد الانغاز هم يختلفون كل الاختلاف عن عقيده وثقافه ودين اهل السودان، فقط يساعدون. انا افتكر انه الناس اللي بيطرحوا الكلام ده هم بيساعدوا الثوره المضاده بطروحاتها بشعاراتها هي، وشعارات طبعا هي عندما حكمت طبقت نقيضها تماما جدا، ولكنها تستخدم هذه الشعارات بصوره رايناها طيله 30 عاما تستخدمها فقط للحفاظ على السلطه والبقاء في السلطه ولقهر القهر والاستبداد ضد المعارضين. هذه الامور طالما ان محلها المؤتمر الدستوري يجب أن تترك إلى المؤتمر الدستوري، وعندها كل من يريد أن يطرح رأيه يطرحه، بالتالي العبرة بما يتفق طيب. عليه أغلبية أهل السودان مع احترام رأي الآخرين. أنا أثرت هاتين النقطتين، لماذا؟ لأن مع حديث رئيس الوزراء بأن السلام هو ضرورة تحدثت عن التحديات، وهذان أبرز التحديات الموجودة في طاولة التفاوض. نعم. يظل السؤال قائم، يعني صحيح أن لكل شخص وجهة نظر مختلفة، لكل كيان وجهة نظر مختلفة في الطرح، لكن تظل هذه عقدة موجودة في طاولة المفاوضات. ما هي الوسائل التي يمكن أن تحل بها طالما أن الناس متفائلين؟ يعني تحل بالحوار، تحل في المؤتمر الدستوري. الآن نحن لدينا فترة انتقالية، يعني تؤجل المؤتمر الدستوري وما يتحدث عنها الآن، المؤتمر الدستوري بعد نهاية الفترة الانتقالية، تؤسس الفترة هذه تؤسس لما بعدها. طيب. وبالتالي كثير من الأفكار، كثير من الآراء، كثير من القضايا التي تحتاج إلى إيماع أكبر إلى رأي أهل السودان يجب أن ترحل إلى المؤتمر الذي يعني يشترك فيه جميع أهل السودان بالصورة التي سيتفق عليها. أما الآن نحن نريد أن نؤسس، أن نزيل آثار النظام البائد، نريد أن نحسن الاقتصاد، نريد أن نحقق السلام وتوقف الحرب، ونريد أن يعود كل حملة السلاح إلى الداخل، ونعيد أن نضع لبنة في بناء السودان الذي يستكمل بعد ذلك، لأنه قضية البناء قضية طويلة جدا تحتاج إلى مجهود كبير ووقت أكبر، وتحتاج إلى إمكانيات لا تتوفر الآن للحكومة الحالية. لكن شائكات القضايا، كبريات القضايا المعقدة التي تحتاج إلى إيماع يجب أن تحل، ترحل وتحول إلى المؤتمر الدستوري، خاصة أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن ذلك وقالت الموضوع ده يعني يناقش في المؤتمر الدستوري. طرحها الآن يستبطن أجندة لا تريد للفترة الانتقالية أن تمضي بسلاسة إلى نهايتها. هل تجد فرق بين احنا مضطرين نعمل مقارنة، يعني في السابق الحكومة النظام البائد كان يذهب إلى المفاوضات بوفد يحمل رؤية واحدة على الأقل، يعني مع أنه كان يشتط ويغالي وتشعر أنه في بعض الأحيان لا يرغب في عملية السلام، لكنه على الأقل يذهب برؤية موحدة لديه، قيادة يعود إليها متى ما استحصت الأمور. الآن تشعر بأن قوة إعلان الحرية والتغيير تذهب برؤى مختلفة على الأقل فيما هو مطروح في طاولة التفاوض. هل هذا الحديث صحيح؟ يعني هذا الزعم صحيح؟ هي قوة الحرية والتغيير الآن لم تشترك في المفاوضات، تتحدث عن الحكومة. تشترك. الحكومة الآن يعني ما هو متاح لها هي
الاستجابة للمطالب، لأن قضية الحرب حاجتين، موضوع الثروة والسلطة، الثروة والسلطة، التوزيع العادل للثروة والمشاركة في السلطة، ده القضيتين اللي بموجبهما اشتعلت الحرب، سواء كان في الجنوب قبل انفصاله أو في دارفور أو في النيل الأزرق أو في جنوب كردفان أو في الشرق حتى. القضيتين هاتين القضيتين الآن توجد الاستجابة الكاملة والعقل المفتوح للاستماع إلى وجهة نظر حملة السلاح، والتفاعل إيجابيا مع هذه النظرة والاستجابة لها في إطار السودان الموحد. الأجندة اللي طرأت علمانية الدولة، يعني إذا كان هنالك أسباب في السابق تفرض على حملة السلاح أنه يتحدثوا عن تقرير المصير، الآن أسباب زالت وأمامهم مشاركة مفتوحة على مصراعيها في كل مؤسسات الدولة. وأعتقد أن النموذج الذي قدم في تكوين الحكومة الانتقالية وكذا مجلس السيادة، أعتقد أنه مؤشر للاستجابة للمطالب في موضوع توسيع دائرة المشاركة، وكذلك الاستجابة إلى الاستماع إلى وجهات النظر كلها. لا تحمل الحكومة أجندة مسبقة، فقط تتحدث عن قضيتين كما ذكرت، موضوع المشاركة في السلطة وموضوع التوزيع العادل للثروة، لأن القضايا دي ما عندها علاقة بأسباب رفع السلاح، لأنه إذا كان في السابق مثلا تحدثوا عن موضوع الشريعة المفروضة، الجهاد المعلن من طرف الحكومة على مواطنين سودانيين حملوا السلاح للتظلمات، هذه الأمور كلها الآن تخضع للنقاش، وموضوع الجهاد خلاص تمام نحن استبعدناه، والآن الجيش السوداني لا يرفع السلاح إلا دفاعا عن النفس، وهو مستعد بكلياته لموضوع الترتيبات الأمنية مع حملة السلاح في إطار السودان الموحد، وفي إطار البحث عن قوات مسلحة موحدة قيادتها واحدة وعقيدتها القتالية واحدة، وهي حماية السودان والدفاع عن الدستور. طيب، هل التفويض الشعبي الممنوح للحكومة الآن بموجبه تتحرك، تفويض شعبي كبير طبعا لرئيس الوزراء وللحكومة، هل هذا يعطيها الحق في أن تنوب عن الشعب في التوقيع على يعني قضايا أصلا هي من الصميم الشعب، يعني يقرر فيها الشعب كالدستور وفصل الدين عن الدولة العلمانية مثلا أو تقرير المصير وغيرها؟ لا يعطي هذه القضايا، لا التفويض الشعبي هذا لا يعطيها الحق في التحدث في مثل هذه القضايا. هذه القضايا ملك للشعب، يعبر عن رأيه ورؤيته فيها في ال سواء كان في ال وحتى المؤتمر الدستوري إذا انعقد في الفترة الانتقالية، في نهاية الفترة الانتقالية كذلك لا يجوز له أن يتحدث، فقط يوصي يعني يصنع آراء، يصنع أفكار، لكنها يجب أن يجيزها البرلمان المنتخب ممثل الشعب، لأنه كل هذه القضايا الآن الحكومة هذه فقط مهامها محددة بالوثيقة الدستورية فيما يلي تحقيق السلام وإيقاف الحرب وتوصية تصليح العلاقات الخارجية ومعاش الناس وهكذا يعني. لكن القضايا الشائكات، القضايا هذه يجب أن يبت فيها حكومة منتخبة مفوضة تفويض صحيح هذا التفويض عن الشعب، وذلك يحدث في حاجتين، إما البرلمان المنتخب وإما باستفتاء على الشعب السوداني. يعني البرلمان الانتقالي أيضا ليست لديه صلاحية أبدا إجازة. أبدا، فقط يقدم مشاريع، هو لديه الحق في التشريع، لديه الحق في التشريع للفترة الانتقالية، لكن في قضايا لا يستطيع أن يشرع فيها، يشرع ليضع كون المفوضيات بالتشاور مع الجهات مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء، يضع قانون الانتخابات، يكون فوضية الانتخابات كما نصت عليه الوثيقة الدستورية وهكذا، لكن كبريات القضايا هذه لا تحل في الفترة الانتقالية، تترك لممثلي الشعب او الاستفتاء كما حسب ما يرى. طيب، هل تعتقد ان هذه الحقيقه غايبه على حركات الكفاح المسلح في ان هذه الحكومه تفويضها محدود في ما يلي بعض القضايا، وليس من المنطق ان تطرح قضايا مثل تقرير المصير وفصل الدين عن الدوله وغيرها؟ اما للمناورات، واما انهم يجهلون بواقع بحقيقه هذه القضايا،
وإما أنهم لا يرغبون في يضعون تعريس عقبات أمام السلام الذي أصبح فقط. لكن لا أعتقد أنه في زول يعني حريص على موضوع السلام ويرى أن الأسباب التي من أجلها حمل السلاح انتفت ويجب أن يدخل في حوار جاد لإيقاف الحرب ولإعادة الإعمار وإراحة الناس الذين حمل من أجلهم السلاح الذين الآن تركوا مواطنهم سكنوا في معسكرات النزوح واللجوء. أعتقد أنه هذه أولوية على القضايا الثانية، القضايا الفلسفية دي الآن يعني أعتقد أنه يعني لا تشكل أولوية بالنسبة له، لأنه ليس من أجلها حمل السلاح أصلا. يعني هل نتحدث عن أنه دارفور الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح من أجل قضيتها كانت من بينها قضية الدين والدولة؟ أبدا، لأن كل أهل دارفور مسلمون. ومن يتحدث عن علمانية الدولة أو فصل الدين عن السياسة أعتقد أنه هو لا يستصحب رؤية وعقيدة ورأي من يحمل السلاح من أجلهم أصلا. لكن دكتور حتى أنتم تتحدث عن الدولة المدنية. أيوة، وهو تعريف هو الشكل الآخر لفصل الدين عن الدولة. طبعا لا، هذه قضية مختلفة تماما. نحن نتحدث عن الدولة المدنية التي تنشأ فيها الحقوق والواجبات من المواطنة، والتي يتساوى فيها الجميع أسوة واقتداء بدولة المدينة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي نص في وثيقتها على حقوق كل سكان المدينة حتى اليهود وغيرهم، حتى اليهود وحتى بطونهم وأفخاذهم نص على حقوقهم وكيف يفك عانيهم وكيف يعني يتعاون في الحرب والسلم وكيف يدير شأن الرقعة الجغرافية التي سميت بالمدينة. فهي نموذج لدولة اتسعت بعد ذلك، لكننا نتحدث عن انه يعني فيها فصل عن الدين والدوله تمام. لا، المسلمين عندهم يديروا شانهم، اليهود يديروا شانهم، كلهم تجمعهم المواطنه. فدي الدوله المدنيه اللي احنا نتحدث عنها، والكلام فيها يطول لانه احنا اصلنا واضطرنا لما نطرح في قضيه الدوله المدنيه. ما اطلقنا الكلام ساكت فقط، لا، عملنا لها مرجعيه وبعد ذلك بعد استصحبناها يعني من مرجع كمرجعيه، لكننا اضطرنا لها في اطار العصر الذي نعيشه بكل تعقيداته في قضيه الحكم والاداره. طيب، ايضا رئيس الوزراء يرتكز في حديثه بالامس على محور العلاقات الخارجيه، تحدث عن ان هذا المحور مهم، ويصادف ايضا ان يتحدث نائب مساعد وزير الخارجيه الامريكي للشؤون الافريقيه يتحدث عن ان الولايات المتحده انتقلت من خانه العداء مع السودان الى خانه الصداقه او كما يزعم، وان مساله رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب انما هو عمل اجرائي، ومعنى ذلك ان الاجراءات بدات. ايضا رئيس الوزراء يتحدث قطعنا اشواطا كبيره لرفع السودان من قائمه الارهاب، واظن ان قرانا خبر قبل قليل ان حمدوك الى الولايات المتحده قريبا، وحديث عن انه ربما سيلتقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب. هذا ايضا محور مهم، لكن تشعر بان الحكومه الان تركز كل مجهوداتها الان في محور الولايات المتحده الامريكيه، وفي نقطه محدده هي رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. طبعا بالتاكيد انه الان القرار الدولي تسيطر عليه، خلينا نكون واضحين، الولايات المتحده الامريكيه، يعني حتى الاتحاد الاوروبي بكل مكوناته هو الان يعني يمكن ان يقول رايا، لكن في النهايه الراي النهائي عند امريكا. يعني احنا شفنا انه العقوبات المفروضه على الاتفاق النووي الذي تم بين الاتحاد الاوروبي وايران، وبالتالي الاتحاد الاوروبي يقاتل ليل نهار، لم يستطع ان يزحزح الموقف الامريكي، وبالتالي مضت العقوبات على الايران، واعتقد البارحه واليوم الواحد انتصر على خمسه ايوه فعلت فعلتها الان في النظام في ايران، يعني المظاهرات التي هي نتيجه العقوبات الامريكيه بالتاكيد، لانه ليس هنالك عقوبات اوروبيه على 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 ايران. الحاجة الثانية انه نحن مدرجين في القائمة الامريكية لرعاية الارهاب، وهذه القائمة ان لم نشطب منها كل القضايا المتعلقة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستظل تراوح مكانها، لن تحل. وانت لو تلاحظ انه يعني مثلا الفرنسيين اتحمسوا جدا لدعم الثورة السودانية، حتى اعتبروها نموذج، يعني الرئيس الفرنسي بيتحدث عن مع شعبه، ناس السترات الصفر بتحدث معهم، منه يعني اغتدوا بالشعب السوداني في ثورته.
وهو معجب جدا، والتقى رئيس الوزراء والتقى وزير الماليه والتقى وزيره الخارجيه في ودعوه، لكنه لم يستطع ان يقدم الدعم الذي يعبر عن موقفه للشعب السوداني. قدم لانه مرهون ب لانه ايوه لانه دي قضيه مربوطه بقرار دولي هو ملتزم به، قرار وعلاقته بامريكا. لكن المانيا قدمت دعم لا 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 يساوي الدعم الذي المتوقع من المانيا، باعتبار انه المانيا دي بالمناسبه قبل انقلاب 89 نحن كان في شراكه حقيقيه مع المانيا لموضوع التنميه في السودان. طبعا تقدم مشروعات طبعا طبعا نحن وهي يعني لها رؤيه في علاقاتها مع السودان. طبعا نحن ايدنا المانيا الشرقيه، فتوقف الدعم تماما كما فعلنا في كثير من عادوا مره اخرى ولم تعودوا انتم. فهم الان مستعدون جدا للتعاون مع السودان الثوره، لكن ايضا يضعون في حسبانهم وجود السودان في قائمة أمريكا للإرهاب والعقوبات الدولية المترتبة على ذلك. يعني أن يتحدث مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، هذا مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، ولا أظن يتحدث عن حديث عابر. هذه رؤية الخارجية الأمريكية، وهي ضلع من الأضلاع التي يمكن أن يتم الاستناد عليها في زيارة حمدوك ربما القادمة. خلينا نقرأ الخبر من السوداني. كشف رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أن حكومة الفترة الانتقالية قطعت شواطا كبيرة في معالجة موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وأضاف: قطعنا شوطا كبيرا وسنصل فيه إلى نتائج إيجابية مرضية. وأكد حمدوك ضرورة إدارة حوار مجتمعي واسع وعميق حول قضايا دعم السلع للوصول إلى دعم السلع للوصول لمعالجات ترضي كل فئات الشعب السوداني. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال مخاطبته الجلسة طبعا التي تحدثنا عنها، نأخذ الجزء الأول المتعلق بكشف الرئيس الوزراء عن أن الحكومة في الفترة السابقة عملت مجهودات كبيرة وأن الناس يحصدوا هذه المجهودات قريبا. وطبعا يعني بالتأكيد الناس يجب أن ينظروا بإيجابية للمجهود المبذول من قبل الحكومة لكثير من الأزمات. يعني اعتقد انه موضوع ازمه الكاش تقريبا الان تحلت تماما. الموضوع الوقود تقريبا يتحل الا قليلا يعني. موضوع الخبز ايضا يعني توجد ملامح صفوف. ايوه، لكن هذه مرتبطه فقط يعني هناك وفره في السلع عند الجهات المعنيه في الدوله، لكن تبقى القضيه متعلقه بالرغبه. الرغابة على هذا، لأنه كثير من الأجهزة المعنية لاحظنا أنه كثير من يعني أنه بعض الأجهزة يعني ضبطت تهريب للوقود، تهريب للدقيق، محتاجين نحكم الرغابة، وبالتالي الشعب يجب أن يساهم في ذلك يعني. فدي أمور ماشية كويس جدا. أنا أفتكر أنه ما الناس ما يتجاهلوها يعني، ما يتجاهلوها. زمان الناس أموالهم في البنوك ولا يستطيعون أن يتصرفوا فيها يعني. الآن المشكلة دي اتحلت، دي قضية كبيرة جدا جدا، وكذلك القضايا بتاعة المعيشة. في قضية المواصلات الآن ايضا محتاجه لرغابه، محتاجه لجهد اكبر، مع انه هنالك بشريات في انفراج هذه الازمه وموضوع المواصلات. وبعدين السؤال اللي بيطرح نفسه انا حتى الان لم اجد اجابه، انه لماذا هذه الزحمه في شوارع الخرطوم؟ هل في السنه الاخيره دي ازداد عدد العربات؟ انا ما لقي لي اجابه يعني. كذلك المركبات العامله في الخطوط، هل لانه في اعداد ضخمه من الناس دخلت الخرطوم لذلك في حلقه مفقوده يجب ان تبحث عنها الجهات المعنيه للوصول اليها، وبالتالي البحث عن حلها. ما يتعلق بالمجهود المذل على المستوى العلاقات الخارجيه، الناس يذكروا انه وزير الماليه قضى تقريبا ثلاثة أسابيع في أمريكا، وهو لديه مداخل ولديه علاقات ولديه معرفة. أعتقد أنه طرق كل الأبواب التي تؤدي إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وتحصل على الباب الذي من خلاله إذا ولجناه نستطيع أن نلقيها، أن نشطب هذا اسمنا في قائمة الإرهاب. ولذلك دي جاءت النقطة بتاعت سفر وزير الخارجية، لأنه يجب أن يذهب، لأنه طيب لم يستطع أن يصل إلى الباب ده، وبالتالي ده يستطيع طيب أن يصل له. طيب دكتور، هذا هو الجانب الإيجابي. نعم، تفاؤل. مفاوضات يتوقع الناس أن يكون فيها اختراق كبير كالذي حدث في الجولة الماضية وأكبر من ذلك. نبرة متفائلة عن رئيس الوزراء،
ونبرة متفائلة أيضا عن وزير المالية، لكن هناك واقع لابد أن نتحدث عنه بصراحة، وهو سعر الدولار. صحيح أنه في اليومين الماضيين لم يرتفع أكثر مما كان عليه، لكنه وصل إلى رقم مخيف، يعني أن يصل إلى 80 81 جنيه، هذا الرقم رقم مخيف وليست في الأفق. لا أعتقد أن هناك حلول جاهزة الآن على الطاولة يمكن أن تسهم في انخفاض سعر الدولار وتقوية الجنيه، وبالتالي ينعكس الأمر على السوق. اي طبعا هذه مشكلة، يعني فعلا ايضا زاد التساؤل فيما يتعلق بالزحمة في شوارع الخرطوم وسوء المواصلات، ينطبق على موضوع سعر الدولار. يعني ما هي الجهة التي او لماذا تصاعد سعر الدولار والحكومة لم تستطع ان تكبح جماحه؟ يعني شنو هي، هو السؤال، لماذا لم يتصاعد؟ لماذا؟ لأن كل أسباب عدم قوة الجنيه وتصاعد الدولار الآن متوفرة. لا يوجد إنتاج، هذا سبب كافي. لا يوجد دعم خارجي، هذا سبب كافي. الذهب ما زال يهرب، هذا سبب كافي. ليس لديك صادر بالعملة الصعبة، سبب كافي. هذا هو الوضع. صحيح صحيح، وهذه كلها يعني أعتقد أنها ناتجة من تقصير الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع هذه يعني موضوع تهريب الذهب تحديدا، يعني لأنه الذهب استمر مدة طويلة جدا يغطي نسبة كبيرة من فاقد العملة الصعبة. أيوة، وبعدين الـ يعني تحكم الدولة في سعر الدولار، يعني أنا ما شايف إنه في مساعدات كبيرة دخلت بنك السودان عشان تؤثر على سعر الصرف اصلا. لكن اعتقد انه احنا بعض الناس داخلين يتحدث عن 3 مليار دولار منذ ديسمبر الماضي وحتى اي، لكن هي ليست كاش دخلت بعضها مشروعات. اي اي ما دخلت كاش لبنك السودان. بعدين احنا وارداتنا بالمناسبه، احنا الفتره الماضيه تورطنا في فاتوره بتاعت استيراد سلع لا يعني يمكن ان ننتجها، وهي ليست ضروريه، واصبحت كالضروريه. يعني الان نستوردها مع انه كان يمكن ان ننتجها وكان يمكن ان نستغنى عنها، فاصبحت جزء من الفاتوره ولم لم تفعل فيها الحكومه حاجه. انا في تقديري انها يعني نحن وارداتنا وصلت الى تقريبا 6 مليار دولار في العام لسلع ما ضروريه. الخلل في الميزان التجاري يعني. في الميزان التجاري. لكن اعتقد انه نحن الان ماشيين على موسم الزراعي، موسم ناجح جدا. طيب. بكل المقاييس. و يعني ان احسنت الحكومه، احسنت الجهات المختصه في وزاره التجاره ووزاره الخارجيه ووزاره الماليه، اعتقد انه يمكن ان نفتح ابواب لصادراتنا ستعود بعملات سترفع منا. النقطه الثانيه، الكلام عن صادر الماشيه برضو اثر تاثير كبير، حتى يقدر ب 4 مليون مليار دولار هي خسائر قطاع الثروه الحيوانيه في ايقاف الاستيراد الصادر لا لا، ده رقم فلكي. يعني ده الكلام اللي بيتكلموا عنه، يعني صادر المواشي. نحن صادراتنا كلها لا تتجاوز ال 4 مليار دولار. يعني دي التقديرات اللي انا سمعتها من جهات هي مقدر طبعا. أي حسب الاحصاءات مقدر منه ب 500 مليون دولار في العام. اي فدي مشكله، يعني مشكله واحده من الاسباب اللي ادت ل فنحن محتاجين، الحكومه محتاجه انها تحكم الرغابه، بالضبط. الان ينبغي ان تفعل اليات الرقابه. أيوة. على السوق وعلى وان يضبط امر الاستيراد. نعم. يعني الان حاجه المستوردين للدولار يذهبوا يشتروها من السوق الموازي، وبالتالي يصبح الطلب على الدولار كبير في ظل قله العرض، وبالتالي يرتفع سعر الدولار. نعم. الان عليهم ان يبحثوا في وسيله ناجعه وسريعه لفوضى الاستيراد. الان الاستيراد فيه فوضى، هي دي المشكله، الاستيراد فيه فوضى وبعدين خارج القنوات الرسميه، يعني وبالتالي يمكن ان تغلق النوافذ، يعني غير مسموح يصدر قرار غير مسموح باستيراد السلع الاتيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه غير مسموح باستيرادها، والحكومه تمول السودان يمول كل الصادرات الواردات الضروريه للشعب السوداني من خزينة الدولة، يعني عن طريق المسائل المعلومة، يعني في موضوع فتح الاعتمادات وحصائر الصادر وحياة المعروفة في مثل هذا المجال. هل زيارات السيد صادق المهدي في للولايات هي في الأطر الطبيعية ام انها بداية دعاية انتخابية؟ ما نحن عندنا برنامج بتاع تعبئة، خلاص الوضع تغير تماما،
ونحن الان محتاجين لتعبئه. بعدين بالمناسبه جولات رئيس الحزب، نحن في عندنا جولات غير مرئيه. انا جاي امبارح من كادولي، انا كنت في كادولي امبارح معي وفد كبير جدا جدا، حضرنا امس يعني قضينا 3 ايام في كادوغلي والبيض والدلنج والمناطق دي يعني. فنحن عندنا جولات صحيح ما معلنه وما مغطيه كما تغطى يعني جولات الرئيس رئيس الحزب، وهذه مساله. ففي التواصل مستمر مع مؤسساتنا الولايه ومع قواعدنا، لكن جولات الرئيس معلومه وبالتالي تحدث لها تغطيه. قبل سقوط الانغاز نحن عملنا جولات كبيره جدا جدا، تقريبا غطت كل من ولايات الشمال، وكنا نخطط الى تغطيه لاستكمال الموضوع في دارفور يعني. فبدات الان في اطار برنامج التعبئه وبدات التواصل مع القواعد، وستستمر يعني الى ان تغطي كل السودان قبل منتصف العام القادم يعني. نعم، هو طبعا طبيعي أن يزور رئيس حزب الأمة ويتفقد قواعده، وهذا أمر طبيعي. نعم، أظن أنه أيضا لو تحدث عن المرحلة القادمة هذا وضع طبيعي، لكن الذي لا يعتبره الناس طبيعيا هو الهجوم الكبير على الحزب الشيوعي في الزيارة الأخيرة لولاية الجزيرة. والله هذه مسألة طبعا تقديرات. يعني الحزب الشيوعي يعني هو من بدأ الحملة ضد حزب الأمة وضد رئيس حزب الأمة، وفي ضغوط كبيرة جدا من الكوادر وقيادات الحزب وقواعده على القيادة، إنها إلى متى إنه نحن نسكت تجاه التجني والتعدي من قبل الحزب الشيوعي. يعني ما الذي حدث بالضبط؟ أيوة، الحزب الشيوعي هو يعني متى تخلى إعلام الحزب الشيوعي عن الهجوم على حزب الأمة ورئيس حزب الأمة؟ متى تخلى يعني؟ وآخر ذلك حديث سكرتير الحزب في ميدان مدرسة الأهلية، يعني لم يترك أي حزب، لم يترك حتى دول الإقليم، لم يترك الحكومة نفسها. يعني أنا ما أعرف، هل لا يوجد خطاب أصلا يقدمه للناس في إلا الهجوم على الآخرين وبعدين الطريقه هذه هي عم تعت. فاعتقد انه رئيس الحزب كان هو ردا على يعني هجوم الحزب الشيوعي على حزب الامه ورئيس حزب الامه يعني فقط يعني. طيب انا استجابه للضغوط بالمناسبه، ضغوط انه في الاسافير في جروبات الحزب في ضغوط شديده جدا جدا، انه في شنو انتوا ساكتين كده ليه على قوة حزب الامه؟ ايوه نعم. فهو دار يبين يعني والله يبين الموقف من الحزب الشيوعي، مع انه يعني حليفنا في حريه التغيير. طبعا الحزب الشيوعي في الاجماع نحن نحترمه، لكن هو معه ضد، هذه مساله في السياسه معه. طيب ما الذي ازعج يعني لماذا تمت المضاغطه من قواعد حزب الامه في حين انت تحدثت عن ان الحزب الشيوعي في ندوه الاهليه صوب نيرانه في كل الاتجاهات؟ أيوة. لم يترك حزب ولم يسلم حزب من لسان الحزب الشيوعي في تلك الندوه. نعم، يعني لماذا حزب الامه وهو حزب كان مشهور بانه حزب يمدد حبال الصبر وانه لا ينجر الى الهتر وهذا النوع من لانه طفح الكيل. طفح الكيل يعني، وبالتالي ما في امكانيه يعني، لازم نقول راي يعني نقول راي، لكن ما معنى انه احنا حنستمر الا اذا نحن نستمر في الهجوم. لكن اذا استمروا يعني، لاحظ انت الحزب الشيوعي الان يتحدث عن حاجات انتهت، الهبوط الناعم، وهو يتهم حزب الامه هو من كان يسعى للهبوط الناعم، مع انه حزب الامه طيله 30 عاما لم يشارك نظام الانغاز في اي مستوى من المستويات، وحزب الشيوعي كان جزء من البرلمان بعد 2005. اي بعد 2005. ولو كان يملك القرار لما شارك، لانه المشاركه في 2005 كانت بضغوط من جهات هو يعلمها تماما، الكل يعلمها يعني. حزب الامه رفض وبقي معارض، فكيف لمن كان جزءا من مؤسسات النظام المبادئ يتهم اخرين بانهم يريدون ان يشاركوا النظام؟ يعني هو اتهام وهو شارك بالفعل. وغير ذلك من الـ من الـ من الـ التقارب بين الحزب الشيوعي واللقاءات اللي بتتم والاجتماعات والمشاركات. نحن كنا نحاول نعم
لكن في إطار عملية سياسية ترعاها لجنة رفيعة من الاتحاد الأفريقي، مجلس السلم والأمن الأفريقي، وهي مسنودة دوليا. وقعنا إعلان مبادئ في أديس 2016، والفكرة فيها أنه ننقل الأوضاع إلى تحول ديمقراطي، وشعارنا كان تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. الكلمتين دي احنا كنا نرددهم، أي زول من الناس يرددهم، رئيس الحزب، أي متحدث من حزب الأمة يقول لك نريد السلام العادل الشامل، التحول الديمقراطي الكامل، ولدينا تصور، مش شعارات، لدينا تصور ماذا يعني التحول الديمقراطي الكامل، وماذا يعني السلام الشامل الكامل. هذه شعارات من يرفعها يتهم بأنه كأنه يريد أن يعني يخرج النظام من الأزمات، ولذلك الذي شارك معه طيب. في مؤسساته وكان جزءا منها. ملاحظ أيضا، أنتم لستم وحدكم في ميدان الرد على الحزب الشيوعي. بالمناسبة قوة إعلان حرية التغيير استضيفت عدد من القيادات هذه القوة إعلان حرية التغيير، تحدثوا عن أن الحزب الشيوعي حزب فاعل في الثورة ومن حقه أن يتحدث، وهذه ممارسة ديمقراطية عادلة، ولكن إن كان هناك تنسيق يكون أفضل. لكن الملاحظ أنكم أنتم في حزب الأمة والمؤتمر السوداني من كنتم أكثر تطرفا في الرد على حزب الأمة. يعني خالد سيريك ذهب أبعد من ذلك، قال على الحزب الشيوعي أن يخرج من تحالف قوى الحرية والتغيير إن كان لا يرى في هذا الحلف الكبير ما يعني يحقق طموحه. يعني وأنتم أصلا أقرباء في داخل نداء السودان، أنتم والمؤتمر السوداني، يعني آراءكم أقرب إلى بعض. طبعا الحزب المؤتمر السوداني له مبرراته وأسبابه التي جعلته يقول هذا الكلام، ونحن لنا أسبابنا لكن ليس ذلك اتفاقا في قوى نداء السودان لشن حرب على المؤتمر، حرب إعلامية على المؤتمر الحزب الشيوعي. ما في اتفاق بيناتنا، نحن ردينا من زاوية ما نرى على اتهامات الحزب الشيوعي لحزب الأمة، وهم فعلوا ذلك. لكن كلام خالد سيريك كلام صحيح، انه قلت لك انه الحزب الشيوعي طيب. بقى هو مع وضد، هو في مع الحاجه في، وفي نفس الوقت هو ضدها. يعني هو ضد الحكومه وهو معها، وهو ضد المشاركه فيها وهو ضدها، وهكذا. الحزب الشيوعي يعني نحن نحترم رايه، نحترم ان يقدم نفسه للناس، وهو حزب كبير وعريق، يعني واحد من الاحزاب التاريخيه في السودان. طريقه تعاطيه مع الشان الوطني الان بهذه بالصوره دي حقيقه لا يشبه الحزب الشيوعي الذي اتفقنا واختلفنا واحترمنا واصطلحنا، لا يشبه الحزب الشيوعي المعروف تاريخيا يعني بقياداته التاريخيه مهما كانت الخلافات بيناتنا. الحزب الشيوعي حزب وطني، وحزب له مواقفه، وحزب له قياداته، شفيع احمد الشيخ، المرحوم عبد الخالق محجوب، وعدد من الرموز التاريخيه اللي كان مواقفها تختلف تماما. محمد ابراهيم على باب التحليل، يعني دكتور، هل تعتقد ان الحزب الشيوعي لديه بعض التحفظات على المشاركين من الحزب الشيوعي من المغاضبين للحزب الشيوعي في الحكومه؟ يعني هل هذا يمكن يكون سبب؟ ربما كافي. ربما ربما يعني ربما هو سبب هجومه على مع انهم محسوبين على الحزب الشيوعي. محسوبين على الحزب الشيوعي تاريخيا، يعني لان الحزب الشيوعي عمل عمليه قبل فتره، يعني ارفد عدد كبير من القيادات، يعني من اللجنه المركزيه وعدد من واخرين خرجوا طبعا. أيوة يعني ربما الاسباب الداخليه متعلقه بحزب، لكن هل اذا كانت الاسباب الداخليه عليا وعلى اعدائي مثلا يعني يهدم المعبد بما فيه، يعني تقديراته للموقف بهذه الصوره. طيب المشهد الكلي لكتله قوى اعلان الحريه والتغيير، الناس ينظروا الى ان هذا العمل فيه ملامح تفكك لقوى اعلان الحريه والتغيير، طالما انها بدات من الاجماع الوطني ممثل في الحزب الشيوعي ونداء السودان ممثل في حزب الامه والمؤتمر السوداني، وربما تمتد العدوى الى هذا الكيان الكبير. هل هناك حصانه من هذا الامر؟ نعم، هنالك حصانه. الحصانه هي انه قوى الحريه والتغيير، اعلان قوى الحريه والتغيير، تحالف قوى الحريه والتغيير، هو بمثابة الحزب الحاكم في الفترة الانتقالية، وبالتالي
مستحيل انه يتفكك، لانه لو تفكك سينعكس ذلك على الحكومه نفسها، يعني على مؤسسات الفتره الانتقاليه يعني. واعتقد انه يعني مهما اختلفوا خارج اطار التحالف يعني سيتفقون في داخل التحالف. صحيح سيختلفون في بعض التفاصيل، لكنها تلك لا تضر بوحده هذا الكيان الى ان ينهي تنتهي الفتره الانتقاليه، باعتبار انه ذلك عاصم للدولة السودانية يعني في الفترة. وطبعا عبور الفترة الانتقالية لا يتحقق إلا بوحدة قوى إعلان الحرية. نعم. والتغيير. نعم. وهنا نتساءل، هل ما زالت هذه القوى مع وجود تنسيقية ووجود مكتب وغيرها وهي تشكل الحزب الحاكم؟ ويظل السؤال قائم، أنت أجبت عليه، لكن الناس يريدوا مزيد من التطمينات. لا، بالتأكيد هو الآن عنده مجلس مركزي بيتخذ القرارات في التنسيقية، تنفيذية، في لجان في شتى المجالات، لجنة قانونية، لجنة لإصلاح الخدمة المدنية، لجنة الاتصال، ومع وأصبحت الآن في لجنة تنسيقية مع بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير. فاللجان دي يعني تعمل بتناغم وتعمل بمسؤولية كاملة وتعمل بجدية لإنجاز المهام الموكلة لها، واختلافات الأحزاب لا تنعكس في داخلها أصلا يعني. طيب حلفائكم أنتم في أنتم كحزب أمة يعني في الجبهة الثورية، في النداء السوداني الجبهة الثورية، الآن مع أنه أبدوا أكثر لينا في الفترة الماضية فيما يلي طاولة التفاوض، لكن انا تابعت حوار توم هيو قبل ايام في قناه النيل الازرق، بدا اكثر اشتطاطا مما عرف في الفتره الاخيره في الجبهه الثوريه. هل هذه رؤيه الرجل؟ هو كذا، هو كذا. توم هيو زول صديق، زول احترمه جدا، لكن طريقته في تعاطيه مع القضايا السياسيه بهذه الصوره يعني، لكن ليس بالضروره انه يعبر عن موقف الجبهه الثوريه. موقف الجبهه الثوريه يعني يعبر عنه الأستاذ أسامة سعيد في البيانات اللي بتصدر، بيانات موزونة جدا. ورئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس رجل محترم جدا نحترمه، وهو زول معتدل جدا، واعتقد انه هي الاسباب التي جعلته يراس الجبهه الثوريه في هذه الفتره، بعد ان يعني تنحت رموز تاريخيه في قياده الكفاح المسلح والجبهه الثوريه منذ تاسيسها، ان يقدم الشاب دكتور الهادي ادريس. اعتقد انه لموضوعيته، لاعتداله، لقدرته على جمع كل الاراء والتناقضات داخل الجبهه الثوريه والحديث عن شخصيه الرجل انها شخصيه وفاقيه. أيوة. لا طبعا انا اذكر تماما عندما بدأت المفاوضات في جوبا وتخلف بعض قادة الحركات، الرجل كان موجود. نعم. كقائد كرئيس الجبهة الثورية موجود في جوبا. نعم. ويعني لاحظ انه ناس جبريل قيادات لم يحضروا. اي لكن هو الان نواب ومساعدوه. كانت لديهم اسباب يروا انها منطقية، كانوا هم الان نواب ومساعدوه يعني. بعد كان الرئيس مالك عقار، بعد ذلك جاء جبريل، بعد ذلك جيم الناوي، لكنهم كلهم الان هم يساعدون مساعدون نواب لهادي ادريس وهو صغرهم سنا، ويعبر عن حركة اقل في عددها لكن ما الإبرة من هذا الشكل الذي في ظاهره ديمقراطي شوري في قيادات الجبهة الثورية، وأن يقدم شخص يعني أصغرهم سنا وتجربة، ومن حركة حتى لم تكن في حجم الحركات المكونة للجبهة الثورية؟ الأمر متعلق بطبيعة العلاقات بين القيادات، بين هذه القيادات. يعني أنت لو دخلت معهم في اجتماع تجد حجم الخلاف أسبابه غير معلومة يعني حتى هذه اللحظة. نعتقد أنه المسؤولية تفرض على الكل أنه يتناسى ويتخلى عن القضايا الصغيرة إلى القضايا الكبيرة، وحسنا فعلوا أن قدموا هذا الشاب، وهو الآن يعني يقبلون رئاسته وهو يدير الجبهة الثورية بطريقة أعتقد أنه فيها كثير من العقلانية والموضوعية والجدية يعني للعبور بالسلام بالسلام بالبلاد الى السلام ان شاء الله، والتعاون مع الحكومه الفتره الانتقاليه ومكونها مجلس السياده. الناس طبعا بيتحدثوا عن العداله والعداله الانتقاليه، طبعا ده موضوع اظن انتم ايضا في وثيقه الخلاصه الوطني كانت لديكم رؤيه في هذا الجانب. نعم. الناس بيقولوا البعض ان العداله تاخرت نوعا ما، وكان المفترض ان تنجز. تاخرت نعم. شوف هو في تعقيدات كثيره جدا فيما يتعلق بهذا الملف. يعني احنا قدمنا في المصفوفه قدمنا قانون للعداله الانتقاليه، قانون وهي اجراءات وحتى الان الحديث عن العداله الجنائيه
الماشي الآن هو العدالة الجنائية، نعم لكن في نهاية المطاف سيصل الناس جميعا إلى موضوع العدالة الجنائية إلا فيما يلي الأمور الجنائية، لكن كلهم سيقبلون على موضوع العدالة الانتقالية اللي هي فيها أهم قضية، فيها موضوع الحقيقة والمصالحة. الأمر لم يحن بعد لهذا الملف، لأنه حتى الآن البد الثوري والحماسة الثورية الآن تفعل فعلتها، وجرائم وجرائر النظام البائد في الناس في السودان وفي على يعني حتى الآن تسيطر على تفكير الناس. لقدام سيكتشف الناس أنه هنالك قضايا يجب أن ينحى فيها منحى مختلف مع تثبيت القضايا الجنائية، ويجب أن يأخذ كل مجرم حقه عقابه العادل فيه. سمعنا أيضا، أنا ما لقيت الكلام ده في الصحف لكن تسامحته، يعني أن رئيس الوزراء بصدد مراجعة أداء بعض الوزارات، وهذا الأمر أظنه ضرورة وضرورة ملحة في ظل الحديث عن أن هناك بعض الوزارات أداؤها لم يكن بالقدر المطلوب، وما أداؤها ضعيف في الفترة الماضية. هل هذه المراجعة إن تمت على النحو الذي تحدث به رئيس الوزراء يمكن أن يكون هناك تغيير وزاري في المرحلة القادمة؟ ربما، لأنه طبيعي جدا إذا رئيس الوزراء رأى أن هنالك وزير أداه دون المطلوب طبيعي جدا أنه يعمل تعديل وزاري، لكن بالتشاور مع قوى الحرية والتقرير عشان تقدم أو تعتمد من يراه مناسب. لكن أليس لهذا الوقت باكر للحكم على يعني شهرين أو أسبوع؟ نعم، لكن سرعة الإيقاع في الأداء مطلوبة. من يتخلف اعتقد انه عشان لانه الفتره قصيره جدا جدا، ومطلوب منها انها تنجز مهام كثيره جدا، فاذا راى رئيس الوزراء ذلك فهذا حقه بالتشاور مع قوى الحريه والتقرير، يعني لانه ما في نص بيفرض عليه انه من تم تعيينه ابتداء سيستمر الى نهايه الفتره الانتقاليه، ما في نص بيلزمه ومن بذلك. حقه ان يراجع اداء الوزارات، من حقه طبعا ان راى ضعفا يعود يرجع لقوى الحريه والتقرير لترشح مره يعني، اخرى. لانه اصبح الان في مجلس وفي لجنه تنسيقيه عليا بين مجلس الوزراء وقوى الحريه والتقرير ومجلس السياده، ممكن الامور تتم بهذا طيب المجلس. مسألة المراجعة نفسها دكتور، أليست هي اعتراف بأن أداء بعض الوزراء ضعيف؟ يعني أنت تراجع بعد شهرين من تسلم الحكومة، هذه أسرع فترة مراجعة أظنها في الحكومة. أنا قلت لك إنه إذا حدث ممكن لا يمنع، وإذا رأى ذلك فهذا من حقه. وقلت لك انه سرعه الايقاع والانجاز مطلوبه لحكومه فترتها قصيره وتنتظرها ملفات كثيره جدا يجب ان تحسمها قبل ان طيب هل الامر مرتبط ايضا بتعيين الولايات؟ يعني انت عندما تتحدث عن اداء حكومه تتحدث عن حكومه في المركز وحكومات ولايات، لانه ايضا تبع للجهاز التنفيذي. الان يوجد غياب كامل لحكومات الولايات، واظن دخلت في دهليز المفاوضات تعيين ولاه الولايات والمجلس التشريعي وغيرها. يعني مهما أتى بوزراء على درجة من الكفاءة في المركز لا يستطيع الوزير أن يقدم كثيرا ما لم تكن هناك وزارات ولايات أيضا هي خاضعة لرئاسة الوزراء وتحتكم للسياسة المرسومة من رئاسة الوزراء. الموضوع الأولى موضوع فعلا ملح، لكن حتى الآن لم يحسم بصورة نهائية. طيب. في أكثر من وجهتي نظر، يعني أخواننا في الجبهة الثورية يفتكروا أنه هم اتفقوا في الانجوبه انه يرجع تكوين تعيين الولاء وتكوين المجلس التشريعي لما بعد اتفاقيه السلام. وبعد ذلك بدا لقوى الحريه والتغيير تتحدث عن ضروره تعيين ولاء، ويمكن ارجاء المجلس التشريعي، يمكن ذلك، يمكن ان يرجع المجلس التشريعي لانه صلاحياته الى ان يكون يعني سيقوم بها. ايوه، لكن طبعا ذلك يعني منصوص عليه حتى في الوثيقه الدستوريه يجب ان تفرغ هذه الامور في فتره كده، لكن طبعا من فعلوا ذلك لم يستصحبوا تعقيدات الواقع يعني في وحتى انا اعتقد انه حتى الفتره الانتقاليه النصف الاول من العام الاول للفتره الانتقاليه قد لا يصبح كافي. نعم صحيح. ايوه، يحتاج الى تمديد. يعني الموضوع الأولى فيه نظرة الجبهة الثورية وتوقيع وحملة السلاح وتوقيعهم مع الحكومة ومجلس السيادة برئاسة الفريق حميدتي،
والالحاحات الحاح الواقع في ضروره ملء الفراغ في الولايات، وشكوى الحكام العسكريين لرئيس مجلس السياده في انه هم ليس لديهم الرغبه في الاستقرار. ثم يعني اعتقد انه هو السبب، بالمناسبه السبب طلب الحكام العسكريين لرئيس مجلس السياده في الاعفاء هو بعضهم يرى انه هنالك تدخل من لجان قوى الحريه والتغيير في الولايات. وبعدين العساكر دي طبعا بيفهموا واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني ما بيساوي ثلاثه زي ما بيفعل السياسيون يعني. فده السبب. هل تم اتصال وعلاج الاشكاليه وجعلهم يستمرون الى حين تعيين الولاه؟ لا احد يمتلك المعلومه. ايوه لا يمتلك احد يمتلك المعلومه. وهل سيعين الولاه مؤقتون؟ نعم. ولا يترك الامر ما بعد السلام؟ ولا يترك يعني كل هذه الامور؟ اشكرك. نعم. اشكرك دكتور محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الامه القومي، شكرا جزيلا. كما اشكر مشاهدينا ومستمعينا، نلتقي غدا بمشيئه الله، فالى اللقاء.